تضمنت فعاليات مهرجان صغار كبار الفنون تجمعنا الذي تقيمه مديرية التربية في محافظة الحسكة بالتعاون مع فرعي منظمتي طلاع البعث والشبيبة ونقابة المعلمين بالمحافظة، نشاطات فنية وتراثية وشعبية أقيمت في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة. الغاية من هذا المهرجان هو إظهار الإبداعات الطلاب والفنون وحصص الرسم والموسيقى التي يدرسونها خلال العام كمناهج تربوية لصقل مواهب الطلاب، وأيضا هذا المهرجان هو يجمع كل الطلاب والتلاميذ مع بعضهم البعض. هي رسالة نوجهها إلى كل العالم في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطر العربي السوري، إننا أصحاب رسالة وأصحاب هوية، ننتمي إلى هذا البلد مع أطفالنا ومع أهلنا ومع أولياء الأمور الذين جاءوا معنا. قدمت اليوم فرقة الكورال الجماعي مجموعة من الأغاني الشعبية طبعا، وهذا الشيء نحن جمعناه بحيث أنه يكون من ألوان المنطقة من كل الطوائف نسميهم مثل الموزايك الاجتماعي. أعمالنا اعتمدت احنا على التوالف البيئة لإعادة تدوير كل شيء قديم عند الطلاب، علمنا الطالب أنه ما يكب أي شيء، يستفاد من أي قطعة يشوفها قدامه. علب الزجاج تبعت العصير، هاي كنت أقول أنه لما أشربها بدي أكبها فورا، لا بس اكتشفت بعدين أنه فيني أعمل منها أشياء كتير حلوة. سؤال يومي تحكي عن معاناة الطلاب للذهاب من المدارس بعد ما كانت مدارسهم قريبة من البيوت، بعد ما تسكرت وانتقلوا على هاي المدارس. هاي القصة تحكي، هاي المسرحية تحكي عن معاناة هذول الطلاب. المهرجان تضمن كذلك معرضا للوحات الفنية والأشغال اليدوية وأعمال نسيجية يدوية مستمدة من توالف البيئة ومجسمات الأخشاب والصدف والفخاريات، كما أقيم على خشبة المسرح بانوراما من التراث وفقرات غنائية وموسيقية ورياضية وعرض مسرحي بعنوان الوطن. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.